دعا الناشط في ثورة فبراير سلطان الحكيمي إلى تجاوز أخطاء المرحلة الماضية عبر تدارسها بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحول دون تكرار انقسامات المرحلة الماضية. أولا احتفاءنا بهذه الذكرى ذكرى ثورة 11 فبراير هو نوع من الوفاء لشهداء ونوع من إبراز لمحافظة تعز الذي كانت البداية منها، وتلافيا لأي إخفاقات أو مناغصات للثورة وما حل، ولأجل التفادي يجب أن ندرس الماضي ونستفيد منه. ما حدث من تضادات واختلافات في 11 فبراير كان له الأثر السلبي بعدم تحقيق الأهداف الثورة، وما نوجهه هنا اليوم برسالة إلى الشرعية إن هذا التضاد لا نريده أن يتكرر فيها، فتلافيا لأي سلبيات أو إعاقات يجب أن يكون هناك في توافق من الجميع بما يوحد الناس لا بما يفرق بينهم.